مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من قلب كورنيش مدينة أكادير، اشهر كورنيش بالجنوب المغربي بطبيعة الحال. المنطقة الحيوية فارتئينا في هذا المساء باش اننا بطبيعة الحال ناخذكم في جولة عبر كورنيش المدينة من اجل اكتشاف الكورنيش في هذه الفترة المسائية وفي هذه الفترة الليلية بالتحديد. وبطبيعة الحال كما كتبوا معنا عبر البث المباشر، الكورنيش يعني كيعرف واحد إقبال كبير طرف ساكنة مدينة أكادير وأيضا طرف كل زوار المدينة، باعتبار يعني هذا المكان مكان جذب سياحي، مكان أيضا الاستمتاع بهذه الأجواء الليلية الجميلة جدا هنا على ضفاف شاطئ المدينة اللي صراحة يعد من بين يعني الشواطئ الرائعة. فخليكم معنا باش نكتشفوا نحن وإياكم الأجواء الليلية هنا بقلب العاصمة السياحية لمدينة أكادير بطبيعة الحال. فكورنيش صراحة يحظى بواحد اهتمام كبير من طرف الساكنة، فيعد مكان مفضل لدى كل ساكنة مدينة أكادير وأيضا زوار المدينة في كل الفترات، خاصة الفترات الليلية. يعني الناس كيجيو من أجل الاستمتاع بهذه الأجواء. بطبيعة الحال انتما كتشوفوا إخواننا الكرام هكذا إذا يعني كتبدو الأجواء هنا بالمدينة على ضفاف الشاطئ وأيضا بهذا الكورنيش الجميل جدا صراحة. فكل واحد يكتب لنا في التعليق طبيعة الحال، خاصة الناس يعني اللي ماشي ولاد أكادير والناس اللي خارج مدينة أكادير، واش فايت لكم زرتو طبيعة الحال يعني هذا الكورنيش أم لا. تحياتي لكم إبراهيم منار يا أخي. المدينة ستتجدد من جديد، المدينة ستنبعث من جديد بإذن الله وبإرادة أبنائها بطبيعة الحال. فكما قال الراحل ونافور محمد الخميس: لئن حكمت الأقدار بخراب أكادير فبناؤها موكول لإرادة أبنائها بطبيعة الحال. انتم إخواني الكرام هذه المعلمة اللي أمامنا فهي مارينا أكادير، خاصة الناس يعني اللي ربما كيعيشوا خارج أرض الوطن يعني الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر. بطبيعة الحال من أجل أن نكتشفوا معكم يعني الأجواء الليلية هنا بكورنيش المدينة. انتم كتشوفوا يعني مجموعة من الناس أتوا من أجل ممارسة المشي والاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة وبهذا الجو الجميل جدا رغم الرطوبة ورغم أيضا الجو البارد نوعا ما في هذه الفترة الليلية بالتحديد. لكن الكورنيش كيبقى عنده الطابع ديالو، كيبقى عنده السحر ديالو اللي كيميزو عن باقي المناطق بطبيعة الحال بمدينة أكادير وأيضا بالنواحي. ملاك المدني تحياتي لك المتتبعة الوفية لقناة شوف تي في، تحياتي لك أختي ملاك، شكرا لك على المراقبة بطبيعة الحال. دريس بوفوس تحياتي لك أخي الكريم. عبدو أسمراني كيقول لي سلام، عشنا في أوقات زوينة كورنيش أكادير من بين أجمل الشواطئ المغربية، تحية الناسوس إمازون، تحية متبادلة أخي الكريم.
تحياتي لك أخي إدريس، تحية أيضا لجميع الناس اللي كيتابعوا معنا هذا البث المباشر عبر قناة الشعب، قناة شوف تي في. مولاي احمد تحياتي لك خويا، كيقول احسن كورنيش بالمغرب، تحياتي لك خويا مولاي احمد، شكرا لك. فانتم اخواني الكرام، هذه الاجواء، هذه الحالة العامة بكورنيش المدينة في هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة. بطبيعة الحال كما كتشوفوا معنا يعني مجموعة من الناس يعني اتوا للاستمتاع بهذه الاجواء الرائعة اللي كنكتشفوها نحن واياكم من خلال يعني هذا البث المباشر. انتم اخواني الكرام كما كتشوفوا الكورنيش هذا واجب اخويا دريس بوفوس، تحياتي لك اخي الكريم. انتم كما كتشوفوا صراحة أجواء رائعة، أجواء جميلة هنا بمدينة أكادير، ميدوريا اللي كيقول تحية لقناة الشعب، تجدها في كل مكان مثلهم يا أخي، شكرا لك. فنحن دائما كما كنقولوا نحن عيونكم التي لا تنام بطبيعة الحال. فتحياتي لك أخي الكريم، فكنحاول دائما نقربكم من كل الأماكن العمومية، من كل الأماكن الحيوية، الأماكن اللي ربما تستهويكم وتجدون فيها ضالتكم بطبيعة الحال أخي الكريم. عبد الله عمي كيقول الوقت تبدلات، مشات ايام اللي كانت فيها زوينه كورنيش. تحياتي لك خويا سي عبد الله، شكرا لك. ميدوريا لي مرحبا يا اخي، الا كان شي اقتراح مرحبا. حنا راهم اشارات بطبيعة الحال في جميع مناطق المغرب بدون استثناء اخي الكريم. الحسن اجمريك كيقول يزنك مولاي احمد من حي الخيام الراكوت، تحياتي لك خويا الحسن اجمريك، تحياتي لك اخي كريم. عبدو كيقول سلام خويا بخير، تحياتي لك، تحية متبادلة اخي الكريم، شكرا لك. فقط كنحاول ان ننقل لكم طبيعة الحال هذه الاجواء الليلية الجميلة والرائعة والمتميزة هنا بالشريط السياحي لمدينة اكادير وبالضبط بكورنيش المدينة في هذه الليلة اللي هي ليلة الجمعة. بطبيعة الحال من اجل تقريبكم يعني من الوضع السائد هنا هذا المكان المفضل لدى ساكنة المدينة ولدى زوار المدينة. تحياتي لكم أينما كنتم سواء داخل المغرب أو خارج المغرب وبكل بقاع هذا الوطن الحبيب. فنحييكم ونزف لكم أحلى باقات ورد، حب وامتنان على الوفاء الدائم ديالكم لقناة الشعب، قناة شوف تي في بطبيعة الحال. فأنتم هذه الأجواء الليلية، هذا هو يعني كورنيش المدينة في هذه الفترة الليلية كما كتشوفوا معنا. رغم قلة يعني الزوار، لكن الكورنيش يعني كيبقى عنده طابع الخاص ديالو، يعني السحر والجمال ديال هذا الكورنيش هو الذي يجعل كل زائر للمدينة
ما أن تطأ قدمه مدينة قدير وإلا ويزور هذا الكورنيش من أجل الاستمتاع يعني بهذا المنظر الجميل جدا، خاصة في الفترة الليلية بطبيعة الحال. قناواسوس أكادير مقدم علال تحية، وتقدير ناس أكادير تحية متبادلة خويا، تحية الجميع قناوة أينما كانوا بالمملكة الحبيبة، وخاصة قناواسوس وعلى رأسهم يعني المقدم علال. تحياتي لك خويا المقدم علال. إيمان السعدي مساء النور، وعليكم السلام. مساء النور أختي الكريمة، تحياتي لك، تحية متبادلة أختي الكريمة. أنتم كما كتشوفوا إخواني الكرام، هذه الأجواء الليلية هنا بكورنيش المدينة هذا الفترة بالذات. أنتم كتشوفوا إخواني الكرام يعني الناس يعني كيستمتعوا بهذه الأجواء الليلية الرائعة بطبيعة الحال هنا بكورنيش عاصمة سوس مدينة أكادير. إيمان السعدي تحياتي لك أختي الكريمة. لا أختي اللايف موقف، فقط ربما كونيكسيون عندك، هذا الشيء اللي وقع. أختي إيمان تحياتي لك، وتحية لجميع الناس اللي كتبوا معنا يعني هذا اللايف المباشر بطبيعة الحال اللي كنقول لكم فيه الأجواء الليلية هنا بكورنيش المدينة بطبيعة الحال. هي متبادلة أختي حنان من مدينة أكادير. إن الصديق هذا بطبيعة الحال منطقة اللي هي منطقة سياحية بامتياز لتغري كل الزوار، سواء السياح الداخليين أو السياح الخارجيين بطبيعة الحال. وأنتم كتشوفوا الأجواء الليلية الرائعة، الأجواء الجميلة جداً.